بالإجماع تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بإرسال قوة أمنية مؤقتة يزيد عدد أفرادها عن 4000 جندي إثيوبي إلى منطقة أبيي السودانية المتنازع عليها، وذلك بهدف الحفاظ على السلم في المنطقة على مدى الأشهر الستة المقبلة. كنتيجة لهذا القرار ستتم إعادة نشر قوات الجيش السوداني وكذلك قوات الجيش الشعبي لتحرير جنوب السودان. المنطقة كلها ستكون منزوعة السلاح، وبعد ذلك سيكون حضور القوات الإثيوبية مؤقتا. وتتمثل مهمة القوة في مراقبة انسحاب قوات الخرطوم من أبيي وتسهيل توزيع المساعدة الإنسانية. وكانت قوات الشمال تدخلت في أبيي الشهر الماضي إثر تعرض إحدى دورياتها لهجوم، ما أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص باتجاه الجنوب الذي يستعد لإعلان استقلاله في 9 من الشهر المقبل بموجب اتفاق الأوبري عام 2005 ووضع حدا للحرب الأهلية.